ما هي المناطق المعنية بموجة الحر؟ الجواب معك أحمد حسني. أهلا بك أحمد. أهلا سناء. إذا درجة الحرارة تتراوح ما بين 47 درجة و49 درجة في محيط أكادير، ما هي المناطق المعنية بهذا الارتفاع الواضح في درجة الحرارة؟ نعم سناء، مديرية الأرصاد كانت قد أصدرت نشرة خاصة من مستوى اليقظة كان الأحمر، حيث توقعت تتراوح درجات الحرارة بين 47 و49 درجة مئوية، وستهم على الأساس مدينة أو مناطق أكادير، إذن تنان، شتوكايت، باها، قلمي، من زقان، أيت، ملول، العيون، وترودانت. والمتوقع كذلك اليوم وغدا تتراوح درجات الحرارة بين 44 و47 درجة، وكذلك بكل من أوسرد، السزاق، بني ملال، ببوجدور، شتوكايت، باها، بقلعة الصراغنة، سمارة، الصويرة، أيضا بالفقيه بن صالح، بيقول مي، من زقان، أيت، ملول، بالعيون، مراكش، والذهب، أيضا بالرحمنة، بالسطات، سيدي إفني، طنطان، طرفاية، وترودات، كذلك بطاطا، تيزنيت، واليوسفية. وقد تراوح بين 40 و44 درجة ببن سليمان، برشيد، شيشاوة، الحاج، بالرشيدية، فاس، قرسيف، أيضا بالخميسات، خنيفرة، خريبقة، بالعرائش، مكناس، مولا يعقوب، وزان، أسفي، صفرو، سطات، سيدي بن نور، سيدي قاسم، سيدي سليمان، تونان، توريس، وأيضا بيتازا وزاكورا. وقد تراوح بين 38 و41 درجة مئوية بكل من شفشاون، أيضا بجديدة، القنيطرة، مديونة، النواصر، سلا، الرباط، مارا، الصخيرات، طنجة، وأصيلة. ما هي درجة صلاحية هذه النشرة زمنيا؟ زمنيا هذه النشرة ستتواصل إلى غاية يوم غد الخميس، وابتداء من يوم الجمعة ستشهد درجات الحرارة انخفاضا، لكن ستتواصل الأجواء الحارة بسوس وأيضا بالمناطق الجنوبية، وابتداء من يوم السبت بحول الله ستنخفض درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة. سناء، درجات الحرارة هي جد مرتفعة وستستدعي مجموعة من الإجراءات كالإكثار من شرب الماء وتجنب الخروج لتجنب التعرض للشمس، خاصة بالنسبة للأشخاص المسنين وأيضا الأطفال وكذلك للحيوانات الضعيفة. شكرا لك أحمد حسني على كل هذه التوضيحات. وشكرا لك سناء.